يسوع المسيح ملكوت الله. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. أما أنتم فلا تقبلوا أن يدعوكم أحد يا معلم، لأن معلمكم واحد وأنتم جميعا إخوة. ولا تدعوا أحدا على الأرض أبا لكم، لأن أباكم واحد وهو الآب الذي في السماوات. ولا تقبلوا أن يدعوكم أحد رؤساء، لأن رئيسكم واحد وهو المسيح. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الأبدين. آمين. وعندما رأى الفريسيون ذلك قالوا لتلاميذه: لماذا يأكل معلمكم مع الجباة والخاطئين؟ وإذ سمع يسوع كلامهم قال: ليس الأصحاء هم المحتاجون إلى الطبيب، بل المرضى. اذهبوا وتعلموا معنى القول: إني أطلب رحمة لا ذبيحة، ما جئت لأدعو إلى التوبة أبرارا بل خاطئين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. ولكن يسوع أدرك ما يفكرون فيه، فأجابهم قائلا: فيما تفكرون في قلوبكم؟ أي الأمرين أسهل؟ أن أقول قد غفرت لك خطاياك، أم أن أقول قم وامشي؟ ولكني قلت ذلك لكي تعلموا أن لابن الإنسان على الأرض سلطة غفران الخطايا. وقال للمشلول: لك أقول، قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. فأجابه يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، لا يأتي أحد إلى الآب إلا بي. كل شيء قد سلمه إلي أبي، ولا أحد يعرف الإبن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الإبن، ومن أراد الإبن أن يعلنه له. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. وخاطبهم يسوع أيضا فقال: أنا نور العالم، من يتبعني فلا يتخبط في الظلام، بل يكون له نور الحياة. آمنوا بالنور ما دام النور معكم، فتصيروا أبناء النور. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. أما أنا فإني الراعي الصالح،
وأعرف خرافي، وخرافي تعرفني مثلما يعرفني الآب وأنا أعرفه، وأنا أبذل حياتي فدا خرافي. لا تخافوا أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا، ومن كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. أتؤمنين بهذا؟ السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والرازحين تحت الأحمال الثقيلة، وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتتلمذوا على يدي، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا الراحة لنفوسكم، فإن نيري هين وحملي خفيف. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. الروح هو الذي يعطي الحياة، أما الجسد فلا يفيد شيئا. الكلام الذي كلمتكم به هو روح وحياة، لأني لم أتكلم بشيء من عندي، بل أقول ما أوصاني به الآب الذي أرسلني، وأنا أعلم أن وصيته هي حياة أبدية، فإن ما أقوله من كلام أقوله كما قاله لي الآب. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. فقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن الإبن لا يقدر أن يفعل شيئا من تلقاء نفسه، بل يفعل ما يرى الآب يفعله، فكل ما يعمله الآب يعمله الإبن كذلك، لأن الآب يحب الإبن ويريه جميع ما يفعله. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. فقال يسوع بصوت عال: من يؤمن بي فهو يؤمن لا بي أنا، بل بالذي أرسلني، ومن رآني رأى الذي أرسلني. لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي أيضا، أنا والآب واحد. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، مبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر داهرين. آمين.